مرة أخرى نعود للسيد الأستاذ علي السيد الكاتب الصحفي للمزيد من المتابعة والتحليل. أستاذ علي أهلا بحضرتك ومرحبا معنا على شاشة إكسترا نيوز، ونتحدث عن الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. تفضل يا أستاذ علي. مساء الخير يا أستاذ ياسر، ومساء الخير على مشاهديكم ومتابعيك الكرام. الحقيقة أنه يعني الجهود المصرية جهود تاريخية وجهود ثابتة وجهود واضحة للعيان. لو تحدثنا عن الأزمة الحالية، فمنذ البداية وقفت مصر إلى جانب الأشقاء في فلسطين، وكان هناك الحقيقة تحذير من اللحظة الأولى للسيد الرئيس عن إيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين وتصفيه أو يسمى تصفيه القضية الفلسطينية. ثم كان الدور المصري هو الدور الأبرز على مستوى العالم كله في تقديم المساعدات والدعم للأشقاء الفلسطينيين ومعالجة الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية. أيضا كان هناك دور مهم لمصر على المستوى السياسي مع كثير من دول العالم ومع المنظمات الدولية، وكما نعلم كان هناك الحقيقة دور مهم في محكمة العدل الدولية، واستمعنا إلى كلمة مهمة من مصر في محكمة العدل الدولية لجوار القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا. أيضا في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن قادت مصر عمليات دبلوماسية رفيعة ومهمة، حتى وصلنا إلى أن يكون هناك تأييد كاسح للقضية الفلسطينية ولوجود مقعد فلسطيني في الأمم المتحدة. كان التأييد جارف الحقيقة من كل أنحاء العالم. بذلت في مصر دور كبير مع المجموعة العربية، ومصر هي تقف مع الأشقاء في فلسطين ضد تصفية قضيتهم وضد تهجيرهم وضد عمليات الإبادة الجماعية التي تمارس على الهواء مباشرة الحقيقة. والموقف المصري هو موقف ثابت ولم يتغير أبدا تجاه القضية الفلسطينية. مصر تاريخيا معروف دورها سواء على المستوى العسكري أو المستوى السياسي أو المستوى القانوني والدبلوماسي. هناك مجهودات عظيمة، والموقف المصري محترم ومشرف ولم يتخلى يوما عن القضية الفلسطينية. مصر صاحبة دور رئيسي في هذه القضية، والحقيقة لولا الموقف المصري لا تأزم الوضع أكثر من ذلك ولا جرى تصفية القضية الفلسطينية حتى منذ سنوات. وإسرائيل هي تسعى سعي كبير للانتهاء من قضية فلسطين ومن الوجود الفلسطيني على أرضهم حتى تنفرد بالحكم في الأراضي العربية المحتلة أرض فلسطين. المواقف المصرية كثيرة ويعني الحقيقة لا تعد ولا تحصى، والمواقف الأخيرة واضحة وبينة، وكيف كانت يعني الدولة المصرية دولة قوية في مواجهة التعنت الإسرائيلي وداعمة بقوة للقرارات الأممية والقرارات الدولية، ولم تدخر جهدا في معاونة الأشقاء وتخفيف المعاناة الشديدة التي يعانون منها، وظل معبر رفح منذ الأزمة ويعني حتى إغلاقه من الجانب الإسرائيلي من الناحية الفلسطينية ظل مفتوحا، والعالم كله يعلم أنه الغالبية العظمى من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة كانت من مصر، من الدولة المصرية ومن الشعب المصري. بأكثر من 80% من هذه المساعدات كانت مصرية، فلا يوجد جهد مصر ادخرته تجاه هذه القضية، وهناك يعني توافق والتفاف شعبي مع كل ما يتخذه السيد الرئيس من خطوات في هذه القضية. ورأينا بالأمس كلمة قوية وحكيمة من السيد الرئيس وضع فيها العالم كله أمام مسؤولياته وأمام ما يجري في قطاع غزة، ويعني أمام حتى مسؤولياته الإنسانية والقانونية، وأنه القانون الدولي في على المحك بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وعدم معاقبة إسرائيل وعدم وقف هذه الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني.
نعم. طيب أستاذ علي، أخيرا يعني قبل انتهاء هذه المكالمة مع حضرتك، يعني هناك العديد من الدول الأوروبية والقوى الغربية طبعا ما عدا الولايات المتحدة، يعني نظرتها اختلفت لتناول القضية الفلسطينية. هل تعتقد أنه في القريب العاجل سوف نرى مثلا اعترافات من دول أوروبية وقوى دولية بالدولة الفلسطينية، ويعني اختلاف في التعامل مع فلسطين؟ رغم أن الاتحاد الأوروبي في الحقيقة هو ظل للولايات المتحدة الأمريكية، وسياسته دائما وأبدا تسير خلف الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أننا نرى في بعض الأحيان وبعض الأمور مواقف تختلف. شفنا المجموعة السبع الصناعية الكبرى كلها أرسلت رسائل تعترض على توسيع العملية البرية في رفح عدا الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الست دول الأخرى أرسلت رسائل تعترض فيها على الاجتياح البري لرفح ومع عدا الولايات المتحدة الأمريكية. هناك مواقف يعني ممكن أن يبنى عليها أنه يمكن أن يكون الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي موقف أعظم من هذه المواقف. شفنا يعني أسبانيا وزير خارجيتها تحدث عن أنه لن يسمح للسفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل بالتوقف في المعاناة الأسبانية، وهذا موقف يعني جيد. أيضا حتى في التصويت للأمم المتحدة صوتت الدول الأوروبية لصالح مقعد فلسطيني في الأمم المتحدة، لكن في نهاية المطاف القرار الأمريكي مهيمن إلى حد بعيد على القرار الأوروبي، وكان هذا واضح وظاهر حتى في الأزمة الأوكرانية. ما ننتظره هو أن الاتحاد الأوروبي يخرج عن هذه العباءة وأن يقدم للعالم مبادئه التي يتحدث عنها كثيرا والتي يعني مصدعون بها كثيرا جدا. نعم. أين هي هذه المبادئ أمام عمليات التدمير الكامل لقطاع غزة؟ القضية المنظورة الآن أمام محكمة العدل الدولية هي لا تحتاج إلى شهود أو إلى إثباتات أو إلى غيره، لأنه التدمير الكامل لقطاع غزة هذا إبادة جماعية، تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة. نعم، الشكر الجزيل لحضرتك السيد الأستاذ علي السيد الكاتب الصحفي متحدثا هاتفيا لإكسترا نيوز، شكرا جزيلا لحضرتك.